لو عايزني اشيع لك مرتي اشيعها، على الاقل اخلص منها. دي كده مش طايقها وعايزني ابني العيال بيها. امال بلدنا انا بيها ليه؟ بنت خالك قعدت سنين مستنياك وانت في العلام في مصر، كنت اديت خالك كلمه. مش داعي التقليب اللي فات يا حاج. لا ما هو ما تشيليش من مصر في ايدك عيله لابسه قصير عريانه، كل اهل البلد شافوا رجليها وتقول لي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك. ما خلاص يا حاج، مش غلط ومشيتها وجوزتني على كيفك. ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلقها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لابسه قصير العريانه اللي كل اهل البلد شافوا رجليها. خيري انت عارفني، ما حدش يفرض عليا حاجه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي، انا بس اللي نفسي اعرفه قلت لها ايه ليلتها خلاها تطلب الطلاق وتمشي. استغفر الله العظيم. بص يا بنت الناس، انا عندي ولاية زيك، والطلب اللي عاوزه منك تطلعي برا الاوضه دي وتقولي لولدي كلمه واحده، طلقني، وتلمي هدومك وترجعي مصر. ايه يا حاج مالك؟ انت فاكرني واحده من بنات البلد لما بيشوفوك يغطوا وشهم ابنك وبيحبني عايزه يسيبني او عندي؟ لكن انا مالكش كلام معاك. ما هو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلت لك كده. والعلمي انا مش من الرجاله اللي بيحكموا بالظاهر او الظن، فخديها من قصيره. وانا قلت لك لا. براحتك براحتك. انه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الافراج عن الانسه فوزية أحمد عبد الهادي خليل حسين من سراي النيابة بكفالة مش عارف إيه 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 على ذمة شبكة الدعارة. أنت بتقول إيه؟ شوفي أنا ممكن أقطع الملف ده أو أطلعك من الأوضة دي عريانة ملط وأقول أستغفر الله العظيم. قلت إيه؟ طريق. وانت يا عم واقف في نص الطريق ده ليه؟ انت اللي ماشي غلط. ماشي غلط كيف يعني؟ ارجع باللودر ده لورا. ارجع بالقلاب ده ورجع الحجاره مطرح ما خدتها. حجارتي اللي ترجع؟ ده عبيط ديان. دي حجارتي. ورثتها عن المرحوم يا. لم لسانك يا راجل انت، دي حجاره انا مشتريها. اشتريها من مين؟ من حاج محمد ابو دياب. كداب. الحاج ما معلكش حجاره ولا دبالي. ايوه مش الحاج، يبقى لازم ترجع. الحاج عايز حجارته. انا دافع فلوس. دفعها لمين؟ لولده. واحنا ما شفناش فلوس اتدفعت. ارجع. وانا قلت مفيش حجاره هترجع، وما بعدتش افرغ الطبنجه في راسك التخينه دي. انا بقى بطال واستاهل ضرب المراكيب. طب ارجع بالقلاب وبعدين نشوف موضوع المراكيب دي. ارجع. انت مالك يا محمد؟ ماليش، زي الفل، اكل واشرب واضحك ومش ناقص غير اني اطول ارقص. محدش قال كده، بس انت شايل جواك كتير. يا توحيد احنا هنتولدوا خفاف، مفيش حاجه في براسنا، نكبر يتحط في براسنا هم تقيل، يفضل يدكر يدكر لحد ما ينزل بينا القبر.
زعلان على بيتك ولا حزنك على مرعى يتجدد؟ وكان قديم عشان يتجدد. والولد ذنبهم ايه؟ تكسى على خيري وتضربه ليه؟ سرقني يا توحيد. هو اللي يتجلى على ابوه يبقى حرامي؟ اقول لك سرقني. وانا اقول لك ولادك مالهمش ذنب في مرعي. وانا ساكت ما اتكلمتش. كلمه حطها في راسك، مالهمش ذنب. انا قلت حاجه؟ هقول ايه؟ هقول عيالي قتل ولدي؟ حته مني كلت، حته مني. انت اللي قتلته يا محمد. انت بتقولي ايه؟ ظاهر عفريت جوزك لحست مخك انت كمان. جلعته اكتر من كل الولد، والعيال عتغير. العيل لما يشوف امه حبله يفضل يخبط على بطنها بعزم ايده، وانت مخك اتلحس بالواد. كان صغير يا توحيد. افرض اني جلعته، حبيته، قلت له كلمه حلوه، شلته على كتافي، عادي، ما خدتش حقه وما اديتهوله. كلهم كانوا زي بعض. هي حكايه نوايب. العيل من دول يبص لابوه ويستنى، لو شافه بيبص لاخوه وهو لا يتوجع. قفل عن الموضوع، انا مش ناقص. دول ولادي وانا عارفهم، وعارين وطمعين، وانت ما تعرفيش يعني ايه عيال. عشان ما خلفتش يا محمد؟ وايه يعني؟ ما انا ربيت كل ولد العيله. ما تزعليش مني، ادي راسك يا موسى. اوعي تزعلي، انت عارفه غلاوتك عني، والله ما اقصد. انا تعبان ونفسي انام. يا ريت تنام يا محمد وتقوم رايق، عشان ما تكساش على الولد، وخصوصا خيري، عشان زيك ما يسامحش. لو راسه ناشفه هكسرها على 100 حته. احنا هنكسروا الحجاره، مش هنقدروا على العيال. خلي بالك على عيالك وخلاص. سلام عليكم. سلام. طب اخلي مناعي يوصلك بالعربيه؟ لا، لسه ما كبرتش، رجليا شايلاني، ما اركبش عربيات. سلام عليكم. براحتك، سلمي على جوزك. مساء النور. برضو كده يا حاج تغير لهم بنفسك؟ طب كنت شيعتلي. اشيعلك يا بنتي في نص الليل؟ ما يصحش. والنبي ولو في الفجر، هو انت حد يتقال له لا؟ ده انت حجيت بيت الله وفي مقام ابوي. ربنا يكرمك يا بنتي، اعمل اللي تقدري عليه وسيب الليل عليا. تعب عليك يا عم الحاج، وانت مشاغلك كتيره. إلا على دول يا فرحة يا عمي. الحمد لله الفرحة دخلت بيتنا. اسمك حلو يا فرحة. إن شاء الله يخليك يا عم الحاج. ما تتجوز يا بنتي بدل قاعدة تجري. خلاص يا عم الحاج، اللي شاف اللي أنا شفته ما تفكرش في الرجالة تاني. ليه يا بنتي؟ هو حرام؟ لا حلال، بس زي ما تقول خلاص جربت وتبت. ربنا يسترك. بص، الطبق ده تحتيه سرسوب من جاموستنا ليك، والبزازة برضو مليانة لبن. والله جدعة، هقول لهم ما يبعتوش العشاء. اطلع يا مناع. أصل بحب السرسوب قوي. عارفة. عارفة منين؟ حسيت إنه هيعجبك. سلام. ايه يا بنتي؟ هتروحي لوحدك دلوقتي؟ يعني هتوه في بلدنا؟ الدنيا ليل والنور قليل في الطريق.
توصلها لحد البيت وتستنى لحد ما تخش جوه وتقول لك روح تروح وما تبعدش العشاء. فرحة عزمتني على سرسوب. حاضر يا عم الحاج. مساء بالخير. مع السلامة. فيهاش نفس للسهر. يعني هتاكل السرسوب وحدك يا جدي؟ لا ناكله مع بعض.